جمع الزيتونة ليس معلما تونسيا فقط ولا حتى مغاربيا ولا حتى إفريقيا بل هو معلم عالمي لأن جامع الزيتونة كان جامعة تدرس فيها العلوم العقلية والنقلية علوم الشريعة وعلوم ما يسمى في الأكاديميات المعاصرة بعلوم اللاهوت والدراسات الدينية هو أول جامعة تأسست في العالم بأسره وأنجب ثل من العلماء علماء الشريعة خاصة على اعتبار أنه مرجعية الجامع مرجعية دينية إسلامية سنية يسمى بالجامع الأعظم لأن صيته يمتد على كامل البلاد التونسية وكامل المنطقة المغاربية لا يوجد جامع أعرق من جامع الزيتون ولا توجد فروع لجامع آخر توازي فروع التي كانت تمتد في كامل الربوع التونسية ووصلت إلى الجزائر وإلى المغرب وهو الجامع الأعظم لأنه لا يعادله جامع في كامل المنطقة المغاربية والمنطقة الإفريقية بشكل عام فيه يدرس القرآن الكريم تدرس العلوم التفسير علوم التأويل تدرس العلوم العقلية ابن خلدون الذي أسس علم الاجتماع تخرج من جامع الزيتون المعمور تاريخ تونس المعاصر والحديث له ارتباط عضوي بجامع الزيتون الحركة الوطنية نشأت في جامع الزيتون التحركات ضد الاستعمار الفرنسي والمقاومة الثقافية ما يسميه بعض المؤرخين المقاومة الثقافية للتجنيس للفرنسة انطلقت من جامع الزيتون أول المجلات في تاريخ الصحافة التونسية تأسست عن طريق شيوخ جامع الزيتون المجلة الزيتونية في الثلاثينات قبلها مجلة الحاضرة آخر القرن 19 اليوم الحقيقة يعني فقد كثير من بريقه العلمي فقد كثير من تأثيره الحضاري ربما أنا كباحث في الحضارة والإسلاميات أعتقد أن ظهور التيارات المتطرفة الدينية وانتشارها وتغلغلها في المنطقة العربية والمنطقة المغاربية وتونس تحديداً كان نتيجة انحصار دور جامع الزيتونة وتوقف التعليم الزيتوني بمنهج وسطي معتدل والانزياح أيضاً عن مسلك التطوير هو ليس ملك للتونسيين بل هو ملك للحضارة الإسلامية ككل وإشعاعه جزء من إشعاع الحضارة الإسلامية